السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معايا خبر مفرح جدا لكل محبين الفنانة دلال عبد العزيز، وكمان اخبار عن معرفتها بوفاة زوجها سمير غانم من الدكتور اشرف زكي، هنشوف نقيب المهن التمثيلية، طبعا هنشوف كل التفاصيل. بس في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام. دلال عبد العزيز بتثبت للناس كلها قد ايه هي عندها قوة ايمان وصبر ويقين من عند ربنا. هقول لحضراتكم ليه بقول كده. طبعا اشرف زكي راح المستشفى علشان كان بعد طبعا اتفاق مع دنيا وايمي وحسن ورامي امام، ان رامي رضوان بعتذر على انهم يقولوا لها اي اخبار عن وفاة زوجها، لان الطب النفسي قال بعد مداخلة مع خير رمضان قالوا ان هي المفروض تعرف، علشان لو لا قدر الله عرفت بعد ما تروح وتدخل بيتها وتتفاجئت انه مش موجود ممكن يحصل لها صدمة عصبية ولا قدر الله تروح فيها. طبعا الاعمار بيد الله، ولكن هم تخطوا الموضوع ده واتفقوا ان هم يقولوا لها الموضوع واحدة واحدة، خصوصا ان المسحتين الاخيرة عندها سلبيين والحالة بدأت تستقر. انا ما قلتش انها بقت الحمد لله كله تمام، ولكن الحمد لله نسبة الاكسجين بدأت تتظبط شوية. كمان في اوقات بيتشال من عليها انبوبة الاكسجين، تفاصيل كتيرة الحمد لله. في تحسن عن حالتها، تحسن بطيء ولكن كويس خالص ان في تحسن. من امبارح لحد النهاردة وضعها كان سيء جدا، لدرجة ان في اخبار انتشرت عن وفاتها وناس قالت كده، ولكن اشرف زكي اخذ الخطوة وبدأ ان هو عايز يقول لها. معرفش ليه بالتحديد اشرف زكي او مدة يعني مدى القرابة بينهم وبين بعض، بس احنا عارفينه دايما صاحب واجب في مواقف كتير. راح ليها وقال لها ان سمير غانم الحالة بتاعته متدهورة جدا جدا، والاطباء قالوا انه لا قدر الله يعني مش عايزة اقول هيموت، يعني على الرغم ان هو توفى، بس ان هو يعني حالته صعبة جدا، وخصوصا بسبب كبر السن وعنده فشل كلوي ومسحة كورونا مازالت ايجابية عنده. لما قال لها كده في البداية حصل لها صدمة كبيرة، طبعا هي ما تعرفش انه توفى مباشر، هو قال لها كده، في حصل صدمة كبيرة عندها. وبعد كده في البداية حاولت تستوعب الموضوع وقالت ده انا كنت عارفه وحاسه والبنات حسسوني في حاجه، عمالين يحاولوا يخبوا عليا وانا حاسه ان في حاجه، بس لو ممكن اروح اشوفه القى عليه نظره، انا نفسي اشوفه وكلمه لي حتى في التليفون، عايزه اسمع صوته. وبعد كده هديت وقالت كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وهديت خالص. والاطباء قالوا بالعكس نفسيين هي دلوقتي مرتاحه من اكتر من يوم وفاه سمير غانم، وهي متوترة ودايما بتقول فين سمير وبيتلجلجوا قدامها بيحاولوا يخبوا، لدرجة يا جماعة ان دنيا وامي من كتر كلام الناس في الشارع قد ايه بيلبسوا ملون في غرفة جنب غرفة والدتهم، بيدخلوا يغيروا فيها يا جماعة علشان بس كلام الناس. حرام ارحموهم، اللبس مش هيرجع والدهم الله يرحمه، والوضع اللي هم فيه صعب جدا، وده اللي مخلينا نهتم بحالة الفنانة دلال عبد العزيز. ان شاء الله ان شاء الله موعد خروجها خلال 24 ساعة من الان، لو الوضع فضل زي ما هو هيخرجوها، علشان خلاص هي كده اتأقلمت ان هو مش موجود في البيت، ان هي هتروح مش هتلاقي اي، فمش هتتصدم باي حاجة. وبعد يومين ثلاثة لما نفسيتها ترتاح في البيت هيقولوا لها انه في المستشفى وتوفى، وانت ما ينفعش تخرجي علشان انت لسه تعبانة. بيحاولوا يبذلوا جهد يعني جهد كبير جدا يا جماعة، والله العظيم انا مش عارفة ازاي هم قادرين يستوعبوا ويستحملوا كل ده. دنيا وامي الله يكون في عونهم بجد، ادعوا لهم والنبي تدعوا لهم يا جماعة، ادعوا بس للبنات ان ربنا يقويهم، يترموا في حضن والدتهم مش عارفين يعملوا كده، يعبروا عن حزنهم لوالدهم مش عارفين يعملوا كده، موقف صعب، ربنا ان شاء الله ما يكتبوش على اي حد ابدا ابدا. بشكركم جدا ومن فضلكم حاولوا تدعوا لها، وياريت تكونوا وصلتوا معايا للنقطة دي من في الفيديو. عايزة اوجه للناس اللي وصلت رسالة شكر كبيرة جدا، وياريت تعرفوني في التعليقات عشان عايزة اشكركم واحد واحد. شكرا، سلام عليكم.